رحلة إلى عالم الفضاء وما يحيط به من غموض حلم يستقطب الأطفال من كل مكان، وهو ما حققه مهرجان الشارقة القرائي للطفل عبر مجموعة من الورش التي تنمي مخيلتهم وتحفز إبداعهم. هنا وفي إحدى أنشطة ركن العلوم يتعرف الأطفال على كيفية صنع المركبة الحائمة، وذلك من خلال أدوات بسيطة تبهج قلب الأطفال وتحلق بهم نحو الإبداع والابتكار. ورشتنا اليوم هي عن كيفية عمل مركبة حائمة تصنع من خلال أدوات بسيطة يستطيع الأطفال صنعها بسهولة، وهذه المركبة تعتمد على ضغط الهواء المنخفض والمرتفع الذي يساهم على رفع المركبة عن الأرض وكذلك الماء، فكان تفاعل الأطفال معنا تفاعلاً إيجابياً، استفادوا من خلاله معلومة جميلة وبسيطة يمكنهم عملها من دون عناء. رغم أن العلوم من المواد التي من الممكن أن تكون عبئاً ثقيلاً على الأطفال، لكنها هنا في مهرجان الشارقة القرائي وعلى أيدي خبراء ماهرين تتحول إلى محتوى علمي سلس ومفعم بالفائدة والمرح.